هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثونا عن كيفية محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والأسباب المعينة على ذلك، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن محبة الله أعظم أنواع العبادة القلبية، أعظم أنواع العبادة القلبية. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. محبة الله هي أساس العبادة، ولا يجوز محبة ومحبة غير الله حبة عبودية وذل كسار، ما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، كذلك محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، كل هذا تابع، هذا ما يسمى الحب في الله، تابع لمحبة الله عز وجل، وهي عمل قلبي. ومما يقويها ويعين عليها التأمل في نعم الله وفي آيات الله، إن هذا مما يزيدك محبة لله عز وجل. إذا تأملت إحسانه إليك ونعمه عليك وما أعطاك من القوى وما منحك من الصحة ومن الرزق ومن الأمن، فإن هذا يورثك محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.